ورجعنا لكم من جديد مزاد كدلك. اليوم صورنا لكم كدلك 66 الآن 89 بطاقة جمركية وارد أمريكا. راح نوريكم السيارة بالكامل، نوريكم الملاحظات ونوريكم جميع الأشياء المشتري يهتم فيها. صراحة اللون بني من جوه، بني جلد، مكيف شغال، في دقة هنا عند الباب زي ما انتم شايفين بالجهاز، يعطينا ان السيارة ما فيها معجون، ما فيها عادة صبغ، في تبهيت في السيارة، في الكبوت، في الشنطة، الرفرف الامامي ممكن مرشوش، وراح نوريكم ان شاء الله بعد شوية. سيارة جميلة، مكيف شغال، راح تكون في مزاد صفقة لمدة 4 ايام، مزاد اونلاين. راح نوريكم جميع الملاحظات في السيارة، هذه لفة بالكامل على السيارة، وبعدين عن قرب، واستمتعوا بالجمال موديل الثمانينات. الطيس هذه تبع الكدلك، طيب يا اخوان اوريكم عن قرب هذا الصدام الامامي والشمعات والشبك والبامبر الامامي، الصدام زي ما انتم شايفين، حابين نوريكم ادق التفاصيل على اساس اللي متكف بيته ومرتاح يشوف تعجبه السيارة يقدر يزاود، ما تعجبه يسأل ايش فيه ايش ما فيه. هذا زي الربل او شيء، حكه هنا بسيطه، في هنا زي التنقيط زي ما انتم شايفين، تبهيت هنا، تبهيت في الصبغ في البويه زي ما انتم شايفين، هذا هو، هذا الرفرف الامامي المجدد. شوف هذا عن قرب، اللي بيسأل عن جيب البريد هذا هو خلاص جهز، هذا اللي ماشي 33,000 كيلو، هذا اللي هنا كان من مبيعات مزاد البريد، مكيف وكالة، طارة هواء، موديل 84. في بعض الملاحظات هنا في الفيلر، عندكم الصبغ شيء بسيط، ملاحظات شوفوا كامل الصبغ، علاماته موجودة، هذه داخلية السيارة زي ما انتم شايفين، شوف الجلد لا يوجد ملاحظات، الفرش كذلك ما شاء الله تبارك الله، السقف. راح نوريكم السيارة بالكامل يا اخوان، الممشى 84، شوف الباب، كل شيء تمام، ربل لا يوجد مشاكل. تعال خلني اوريهم من هنا، دائما اقول لكم الربل نقطة مهمة يا اخوان، ما في اي مشاكل، داخلية السيارة مكان، تعال اوريهم الربل كذلك، السيارة وارد امريكا 84,000 ميل، اوريكم قبلون لا يوجد مشاكل، سيارة نظيفة. اوكي، طبعا في اسم هنا انتم شايفين، نوضح لكم، هذا الجلد زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. اوريكم الشنطة، اوكي لا يوجد مشاكل كذلك، عندكم الربل كذلك، السبير، طبعا الشنطة يا اخوان ما هي شفط، اوكي يمكن الشفط مو شغال او شيء، هذه داخلية السيارة من هنا كذلك. طيب نوريكم الماكينة 5.0 اللي هي 350، مكيف شغال، طيب امسك نسوق السيارة الآن، خليكم معنا ناخذ لفة نوريكم السيارة من الأسفل، تكونوا مطلعين على كل شيء. بسم الله،
حق يا اخوان هذه السيارة الكامل، راح ننزل لكم صور ونشوفكم على خير. السلام عليكم. مساء الخير، والان راح نوريكم الكادلاك من الاسفل وراح نذكر لكم جميع الملاحظات. طبعا راح نبدا معكم من الصدام الامامي، لا يوجد اي ملاحظات، لا يوجد اي لحامات. هذا الشاصي الامامي نظيف، لا يوجد به اي لحامات او اي ملاحظات. العضلات الامامية سليمة ما عدا المساعدات، يحتاج تغيير المساعدات الامامية، جلد مقصات، مسمار عمود توازن، اذرعة كلها سليمة. هذا كارتير الماكينة سليم، لا يوجد اي تهريبات. ايضا كارتير الجيربوكس لا يوجد به اي مشاكل او تهريبات. عندكم هذا الارضية حقت السيارة من الاسفل نظيفة، لا يوجد بها اي مشاكل. هذا الجهة الاخرى راح نوريكم الجزء الخلفي، هذا الدفرنس الخلفي لا يوجد بها اي مشاكل او تهريبات. عندكم ايضا ملاحظة في المساعدات الخلفية، طبعا تيجي هيدروليك هواء. المساعدات تحتاج تغيير، هذه الجهة الاخرى ايضا زي ما تشوفوا قدامكم. راح نوريكم الجزء الاخير من السيارة، هذا الشاصي الخلفي نظيف، لا يوجد به اي ملاحظات، لا يوجد قص، لا يوجد لحامات. هذه الجهة الاخرى، هذا الصدام الخلفي لا يوجد به اي مشاكل. هذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من الأسفل.